في مذهب أحمد. ذكرنا أن المقنع يذكر قولين في هذا الكتاب، لا يذكر قولين، يذكر قولا واحدا. وهذا الكتاب لما ألف اعتنى الناس به وتركوا كتاب المقنع، تركوا كتاب المقنع، وأصبح هذا الكتاب هو المعتمد لدى الحنابلة المتأخرين، وأصبح أيضا هذا المختصر هو الأكثر شرحا وتقريرا في الجامعات وفي حلق العلم وفي دروس المشايخ، يشرحون هذا الكتاب زاد المستقنع لأن مؤلفه محقق المذهب واعتمد فيه على القول الراجح لدى الحنابلة، ولم وترك الناس كتاب المقنع لأنه مطول كتاب المقنع. من أبرز شروح زاد المستقنع الروض المردع لمنصور بن يونس البهوتي، وهذا الشرح الروض المردع أيضا اعتنى به المتأخرون فألفوا الحواشي والشروح له، والأصل المختصر الذي هو زاد المستقنع. فمن شروحه حاشية ابن جاسم على الروض المردع وهي مطبوعة في 7 مجلدات، وأيضا حاشية العنقري الشيخ عبد العزيز العنقري على الروض المردع، وأيضا شرح الشيخ محمد العتيمي رحمه الله على زاد المستقنع على الأصل في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وأيضا للشيخ صالح البليهي رحمه الله حاشية سماها السلسبيل في معرفة الدليل، وهي حاشية على كتاب زاد المستقنع. إذن هذا كتاب معتمد عند الحنابلة. من الكتب أيضا معتمدة عند الحنابلة كتاب الفروع، الفروع لشمس الدين ابن مصلح المقدسي، الأول من هو برهان الدين إبراهيم المصلح، وهذا شمس الدين محمد بن مصلح المقدسي أبي عبد الله محمد بن مصلح المقدسي، هذا ألف كتابه الفروع الذي يسمى مكنسة المذهب، هذا الكتاب يسمى مكنسة المذهب، يقول كنس جميع المسائل التي في المذهب بمعنى أنه ألم بها ولم يترك أي مسألة في المذهب إلا وقد ذكرها بطريقة تنبئ عن قدرة وذكاء حاد لدى مؤلفه ابن مفلح. هذا ابن مفلح هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عنه ابن تيمية أنت مفلح ولست ابن مفلح، يقول أنت مفلح بذكائه، ويقول عنه ابن القيم رحمه الله ما تحت قبة الفلك أحد أعلم بمذهب الإمام أحمد منه، مع أنه كان زميله وبينهما تعرفون إذا كانوا زملاء طلبة علم يكون بينهما تنافس، لكن ابن القيم يقول هذه العبارة عنه، وكان ابن القيم يرجع إليه في مذهب الحنابلة وفي رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن ابن القيم لصيق بشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن ابن مفلح كان هو الضابط لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ولمذهب الحنابلة. ولذلك للفائدة من أراد أن يعرف القول الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أي مسألة من مسائل الفقه، كيف تعرف إلى أي كتاب ترجع للفائدة، نقول المعتمد أول، لأن أحيانا النقل عن شيخ الإسلام يختلف وتنشد إليه أقوال، يقول لا ترجع أولا إلى الفتاوى ولا إلى اختيارات البعلي ولا إلى، ارجع أولا إلى كتاب الفروع لابن مفلح، فإن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قولا فهو المعتمد عن شيخ الإسلام لأنه هو الذي ضبط أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم تجد لابن مفلح قولا فارجع إلى كتاب البعلي الاختيارات الفقهية للبعلي، فإن لم تجد له قولا فيه فارجع إلى كتب ابن القيم لتنظر في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية،
إن لم تجد فيه فارجع إلى كتاب الإنصاف للمرداوي الذي أشرنا إليه قبل قليل. إن لم تجد فيه فانظر في كتب الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. إن تعارض النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما بين هذه المصادر الخمسة فانظر إليها، أرجح بينها بحسب الترتيب السابق. لو وجدت قولا لشيخ الإسلام في الفتاوى يخالف ما ذكره ابن مفلح في الفروع فالمعتمد هو ما ذكره ابن مفلح، لأن الفتاوى في حقيقة مجموعة الفتاوى يعني في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة تجد أن الطابع أو بسبب أن يعني أنها لم تحقق تحقيقا كافيا أحيانا يكون النقل فيها بالعكس، يقول يجب كذا وهو أصل العبارة أنه لا يجب كذا، فتكون سقطت كلمة لا فتعطي المعنى بالعكس، مثل ما حصل في كتاب الاختيارات للبعلي في الطبعة الأولى التي طبعها حامد الفقي. في بعض المسائل تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على عكس ما يراه من قول في المسألة، لكن الطبعة المعتمدة من الاختيارات هي ما حققها الدكتور أحمد الخليل، الطبعة الأخيرة هي التي اعتمد عليها، أما ما عداها فأحيانا يكون فيها غلط كثير، وكذلك مجموعة الفتاوى فيها أخطاء مطبعية كثيرة، ولذلك المعتمد هو كتاب الفروع ثم الاختيارات للبعلي ثم آراء ابن القيم في كتب إعلام الموقعين وغيرها ثم الإنصاف للمرداوي ثم مجموع الفتاوى. إذا وجدت مجموعة الفتاوى فتنسب إلى شيخ الإسلام. نرجع إلى الفروع، كتاب الفروع. هذا الكتاب كما قلنا اسمه مكلفة المذهب لكثرة المسائل التي فيه، في الصفحة في الوجه الواحد، في الوجه الواحد تجد في هذا الكتاب أكثر من 50 مسألة، وهذا ينظر في أي كتاب من كتب العلم، 50 مسألة تجدها في الوجه الواحد. يحاول ابن مفلح رحمه الله أن يختصر في عبارته ويضبطها حتى يسهل حفظها. طبعا حفظ الفروع صعب جدا لأن عباراته صعبة، فهمه صعب فضلا عن حفظه، لأنه يستخدم الرموز، يستخدم الرموز في ذكر خلاف المسائل. فمثلا عنده رموز ذكرها في المقدمة أنه إذا ذكر المسألة وذكر بعدها حرف عين فهذا يعني أن المسألة مجمع عليها، عين تعني إجماع، إذا ذكر بعدها حرف واو فهذا يعني أن المسألة وافق فيها الأئمة الثلاثة، وافقوا الإمام أحمد فيها. إذا ذكر حرف خاء بعد المسألة يعني أن الأئمة الثلاثة خالفوا الإمام أحمد في هذه المسألة، فهي من المفردات. إذا ذكر حرف حاء فهذا يعني أن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة. إذا ذكر حرف ميم يعني أن الإمام مالك خالف في هذه المسألة. شين يعني أن الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة. فلا بد أن تعرف هذه الرموز عند قراءتك لهذا الكتاب. بعض الطلبة وبعض الصلاة يشتري كتاب يروح يقرأ في الوسط، يبدأ يقرأ الكتاب ما يقرأ مقدمة المؤلف، مع أن له مصطلحات يجب أن تعرف هذه المصطلحات قبل أن تقرأها فتعرف هذه الرموز. وكان بعض العلماء المتقدمين يحفظون كتاب الفروع، ومن حفظ الفروع أتقن جميع المسائل الفقهية التي عند الحنابلة. وهذا الكتاب كما قلنا أنه يعني يجر يعني يذكر المسائل طبعا بدون استدلالات، فقط رؤوس أقلام، وقد طبع في 6 مجلدات، طبعت 6 مجلدات كلها تحوي مسائل الحنابلة، وطبع معه كتاب تصحيح الفروع للمرداوي، كتاب تصحيح الفروع للمرداوي، لأن ابن مفلح لما ألفه لم يبيض فصحح كثيرا من مسائل المرداوي. نعم. بقي الحقيقة يعني عدة كتب عند الحنابلة لعلنا نختم بها حتى لا نطيل، وأيضا بقي كثير من المسائل تتعلق بمذهب الحنابلة، لأننا سنبين الطريقة المثلى لدراسة علم الفقه بأي كتاب تبدأ ثم إلى أي كتاب تنتقل بعده، والمصطلحات عند الحنابلة مصطلح الوجهين والروايتين والقولين وغيرها. وأيضا من المسائل المتبقية في هذا المذهب أراء شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه يعني ويعني منزلتها لدى الحنابلة.
يعني نختم بشكل سريع عن بعض الكتب المتبقية من كتب الحنابلة. من الكتب كتاب منتهى الإرادات، كتاب منتهى الإرادات، ويختصر ويقال المنتهى، هذا لابن نجار الفتوحي الحنبلي، وشرحه البهوتي منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض المردع في كتاب اسمه شرح المنتهى، وطبع في 3 مجلدات. وكتاب آخر أيضا عند الحنابلة هو كتاب الإقناع للحجاوي موسى بن أحمد الحجاوي صاحب زاد المستقنع، وشرحه أيضا البهوتي منصور بن يونس البهوتي في كتاب اسمه كشاف القناع. وهذا الكتاب كشاف القناع هو المعتمد في القضاء في المملكة الآن، يعني لدى المحاكم ووزارة العدل يعتمدون على كتاب ماذا؟ كشاف القناع. هذا كتاب كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي، لا نحرر فيه المذهب عند الحنابلة. جاء من بعد مؤلف المنتهى ومؤلف الإقناع مرعي بن يونس ابن يوسف الكرمي، فألف كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. الغاية يختصر ويقال الغاية، الغاية هذا غاية المنتهى جمع بين كتابين، كتاب الإقناع وكتاب الإقناع لمن؟ الحجاوي. والمنتهى لمن؟ لابن النجار. أحيانا يختلفان في بعض المسائل في الراجح لدى مذهب الحنابلة، فيأتي مرعي الكرمي ويبين المعتمد لدى الحنابلة في كتاب غاية المنتهى. وكثير من المتأخرين يقولون إذا استشكلت ما هو المذهب عند الحنابلة فارجع إلى كتاب غاية المنتهى، لأن كتاب المنتهى وكتاب الإقناع كلاهما كتابان معتمدان عند الحنابلة، فإذا اختلفا فالمعتمد هو ما في الغاية، ما في كتاب غاية المنتهى. نعم. كتاب آخر من كتب المعتمدة عند الحنابلة هو دليل الطالب بمرعي ابن يوسف الكرمي أيضا، مرعي قلنا له كتابا آخر هو الغاية، غاية المنتهى. نعم. وله مختصرة دليل الطالب، هذا كتاب مختصر لطالب، للطالب المبتدئ الذي يريد أن يدرس في مذهب الحنابلة. شرح هذا الكتاب عدة شروح، من أشهر هذه الشروح كتاب منار السبيل في شرح الدليل لمن هذا؟ لابن ضويان الرصفي الحنبلي، وهذا معتمد أعتقد في لدى كليات أصول الدين في بعض الجامعات مثل جامعة الإمام وغيرها يدرسون هذا الكتاب، كتاب منار السبيل في شرح الدليل. نعم. وأيضا من شروحه كتاب نيل المآرب على دليل الطالب لعبد القادر التغلبي. وآخر متن مختصر عند الحنابلة هو كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان البعلي، وهو مختصر جدا يعني مسائله محدودة. غدا لمشيئة الله تعالى مع هذا الكم الهائل الذي تكلمنا عنه من الكتب والمصنفات سنبين المنهجية المناسبة لطالب علم الفقه ماذا يعمل مع هذه الكتب. هو لن يستوعب هذه الكتب كلها دراسة ولن يحيط بها علما، لكن ما هو قدر الكفاءة الذي ينبغي أن يلم به، وما هو المنهجية التي ينبغي أن يسير عليها. ما المراد بالقولين والوجهين والطريقتين؟ القولين عند الشافعية قلنا يعني ما ينسب إلى الإمام الشافعي نفس القولان عن الإمام الشافعي، والوجهين عن أصحابه، والطريقتين أي طرق مجموعة من المجتهدين لدى المذهب الشافعي. يضاهي القولين والوجهين والطريقتين عند الشافعية الروايتين والوجهين عند الحنابلة، وسنبينها غدا بمشيئة الله تعالى. يقول هل يجوز بيع ماء زمزم؟ نعم يجوز بيع ماء زمزم إذا لم يرد في النهي عنه نص صحيح. ما المراد بالعبادلة؟ العبادلة الأربعة
الصحابة العباد الأربعة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وبعضهم يذكر بدل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم يقول حبذا لو أعدت لنا الأبيات الشعرية التي جمعت كتب الشيباني لعل يقصد كتب ظاهر الرواية. نعم يقول الناظم وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والمسند الكبير والصغير وعفو وسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. نعم هذه جمعت الستة كتب الستة لدى طبعا جمعها كتاب ويجمع الجميع ويجمع كل كتاب الكافي للحافظ الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرقسي. نعم طيب يقول ماذا يفعل من اكتتب في البحر الأحمر أمره وقد حرمه العلماء وبعضهم أجازه ثم هذا المضارب إخراج الإسلام من الأسهم المختلطة. أرى أن اكتتاب البحر الأحمر جائز وكذلك كتاب سبكين يسأل عن شركة سبكين أرى أن كليهما جائز ومن باع الأسهم بعد طرح هذا التداول فليس عليه أي تطهير تطهير على من أخذ شيئا من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة. يا شيخ ما هو الحكم في مسألة أخذ القبضة قبضة اللحية يقصد. نعم أرى أنه لا يجوز لا يجوز الأخذ من اللحية بل يجب إرسالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفو اللحة وإعفاؤها يعني إطلاقها وعدم الأخذ منها. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أتم حجه أو عمرته أخذ مما زاد عن قبضته فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه والعبرة بما روى لا بما رأى. دائما إذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن من يأخذ بقول الصحابي من المذاهب يشترطون للأخذ به ألا يعارض نصا من الكتاب أو من السنة وألا يعارضه صحابي آخر. نعم يقول ما الفرق بين محقق المذهب ومحرر المذهب وشيخ المذهب. هذه مصطلحات عند الحنابلة محقق المذهب وشيخ المذهب ومحرر المذهب اللي يعرف أن محقق المذهب هو محرر المذهب عند الحنابلة وهو المرداوي. محقق المذهب هو المرداوي في كتابه الإرصاص فهو محقق المذهب ومحرره. أما شيخ المذهب شيخ المذهب فهذا يطلق على ثلاثة في مذهب الحنابلة على القاضي أبي يعلى وابن قدامة المقدسي والمرداوي كذلك كلهم يطلق عليهم شيخ المذهب. متى تطلق عبارة شيخ المذهب؟ شيخ المذهب إذا كان له مؤلفات ويعني حرر فيها المذهب فهي مصطلح معروف عند الحنابلة. نعم. ما الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان؟ المصالح المرسلة هي ما دل عليها نص عام في الشرع مثل مثلا تنظيم المرور بناء المستشفيات بناء المدارس هذا يقال دل عليه المصالح المرسلة. لكن الاستحسان هذا مصطلح عند فقهاء الأحناف يقصدون منه أن يستثنى حكم مسألة خاصة من أصل عام مثل ما قلنا في مسألة الاستثناء أنها استثنيت من بيع الكالئ بالكالئ. يقول هل حاشية المجاسم والعنجري وابن عثيمين هي على الزاد أو على الروب؟ حاشية المجاسم على الروب وحاشية العنجري كذلك على الروب على الروب المردع بينما شرح ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع هو على زاد المستقنع وليس على الروب كما بيناه قبل قليل. نعم يقول طالب ينوي دراسات عليا في الفقه أو أصول الفقه أو الفقه المقارن فأي مصنفات المذاهب الثلاثة أحوج لزيادة شروح طلاب العلم؟ فأي مصنفات المذاهب في هذه الثلاثة أحوج لزيادة شروح طلاب العلم أو أيها تحتاج إليها أو تستقر إليها المكتبات الإسلامية في الفقه أو أصول الفقه أو الفقه المقارن؟ يعني يقصد الفقه المذهبي أو وصول الفقه أو الفقه المقارن. الحقيقة الفقه المقارن الكتب فيه قليلة يعني يوجد كتاب من المالكية بداية المجتهد وعند الحنابلة المغني وشرح كبير لأنه هو المغني وعند الشافعية المجموع شرح
المهذب، وعند الأحناف كتاب فتح القدير. يعني يكاد لا يوجد في أي مذهب، في كل مذهب من المذاهب إلا كتاب واحد، فأرى أن أحوجها هو هي كتب المقارن. يقول: هل كتاب سنن الشافعي للطحاوي يفيد فيما روي عن الشافعي، وهل هو في المذهب القديم أو الجديد؟ لا، هو لا يفيد في معرفة يعني مذهب الشافعي، لأنه في السنن يعني أراء أو حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقتصر بهذا على هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.